السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نحلو تمارين صفحة 95 و96 من كتاب السنة الثالثة متوسط. تبعوا معايا هذا الحلول. عندنا تاسك 3 اللي راه في الصفحة 95. I look at it picture at each of one picture and ask questions using the correct form of the verbs discover or invent. دوكا هنا باش تعرفوا الفرق بين discover و invent. discover هو المكتشف، كما عندنا نيوتن اكتشف الجاذبية، لم يخترعها، الجاذبية كانت كاينة هو فقط اكتشفها لم يخترعها. أما to invent معناتها نخترع حاجة جديدة، كما مخترع التلفاز، الكهرباء، إلى غير ذلك. هذا هو الفرق ما بين discover الاكتشاف و invent الاختراع. عدنا الصورة الأولى اللي هي الإكس رايز، اللي هو الأشعة الإكس رايز، ولا اللي نلقوها في سكانر وفي لي راديو إلى غير ذلك. So who discovered إكس رايز؟ Who discovered إكس رايز؟ أوكي. عدنا نمبر 2 اللي هو بنسلين. Who discovered penicillin؟ Who discovered بنسلين؟ شكون اللي اكتشف البنسلين وشكون اكتشف أشعة الإكس راي؟ عندنا the compass اللي هي البوصلة. Who invented the compass؟ Who invented the compass؟ من هو مخترع البوصلة؟ عندنا the camera. Who invented the camera؟ Who invented the camera؟ من اخترع آلة التصوير ولا الكاميرا اللي كامل تعرفوها؟ إذا عندنا الصورتين الأولتين who discovered، والصورتين الثانيتين who invented. discover مكتشف، invent الاختراع، discover الحاجة اللي نكتشفوها، وinvent الحاجة اللي اخترعت ولا اخترعها أي شخص. أوكي. ننتقل الآن للبيج 96. عدنا task 4. I answer my partner's questions about what I was doing at the police station yesterday morning using the correct form of the verbs in my answers. رايح نجاوب صديقي وش كنت ندير البارح عند لابوليس. صباحا راح نستعملوا الافعال بطريقه صحيحه. اوكي. I was on my way to the dentist yesterday morning and I saw you standing in front of the police station. What were you doing there? كان صاحبه رايح للدونتيست مع صباح، شاف صديقه حابس عند مركز الشرطه، قال له واش كنت تدير ثمك؟ I was waiting for my father. هنا الانسرز راح يكونوا في الباست سيمبل، عفوا الباست كونتينيوس. اوكي. the past continuous اللي هو the auxiliary verb to be in the past plus the verb plus ing. the past continuous. I was waiting for my father. Why were you wearing a bandage on your head? قال له على كون داير بونداج اللي هو الشاش ولا فوق راسه. قال له I had an accident. I had an accident. هنا استعملنا الباست سيمبل اوف ذا فيرب تو هاف. هنا ما استعملناش، ما نقولوش I was having an accident، لا I had an accident. عرفوا تفرقوا ما بين الباست كونتينيوس والباست سيمبل اللي صرا فيه الحدث وخلاص. What were you carrying in your hand? What were you carrying in your hand? وش كنت لافت في يدك؟ هذا راه دلو كاستيونير قراعدي كبير. I was carrying my mobile phone. I was carrying my mobile phone. كنت أحمل هاتفي النقال. Who was talking to you? Who was talking to you? My friend was talking to me. My friend was talking to me. Did the police help you? Did the police help you? Yes, they did. Yes, they did. Yes, معناتها they did. عاونوني الشرطة ولا عاونتني الشرطة. إذا كان هذا هو حل task 4. ننتقل للتمرين الموالي. Task 6. I write the correct form of the verbs in brackets and combine the pairs of sentences using the connector
While I should pay attention to the order of clauses. هنا رايحين نكتبوا التصريف الصحيح للأفعال وبعد نربطوا الجملتين مع بعضهم باستعمال الرابط while اللي هو بينما اللي سبق وقلت لكم باللي هذا الرابط يربط بين حدثين وقعوا في زمن واحد عدنا A and B. الخوارزمي was living in Baghdad. He was staying at the house of wisdom. Okay, order الحكمة. He was staying at the house of wisdom. اللي هي دار الحكمة. While الخوارزمي was living in Baghdad, he was staying at the دار الحكمة. Okay, هنا ربطنا كي كان يعيش في بغداد في نفس الوقت كان قاعد في دار الحكمة. إذن ربطناهم باستعمال الكونكتر while. نروحوا للسنتنس نمبر 2. They were studying at دار الحكمة ولا the house of wisdom. Okay, هذه A. B. During the reign of al-Abbasid caliph Harun al-Rashid, many Muslim scholars were working on the translation of foreign scientific books into Arabic. عدنا نشاطين حدثوا في زمن واحد. أوكي، رايحين نديروا لهم الآن الكونكتور اللي هو الرابط while باحترام القاعدة. During the reign of al-Abbasid خليف هارون الرشيد, many Muslim scholars were working on the translation of foreign scientific books into Arabic while they were studying at the house of wisdom or في دار الحكمة. 3. Under the Abbasid خليفة المأمون, many Muslim scientists were getting involved in astronomical research. Al-Khwarizmi was trying to measure the circumference of the earth. Under the Abbasid Khalifa al-Ma'mun, many Muslim scientists were getting involved in astronomical research. While Al-Khwarizmi was trying to measure the circumference of the earth. إذا نربطنا كل جملة مع جملة باستعمال الرابط while اللي هو قلت لكم نستعملوه كي يكون عندنا حدثين حدثوا في وقت واحد, وهنا الحدثين راح يكونوا في الباست كونتينيوس. الباست كونتينيوس الفعل الأول يصرف في الباست كونتينيوس والثاني بنفس الطريقة. نروحوا لتاسك 8. I read each situation and take the appropriate request. راح نقرأ كل وضعية ونخرجوا منها الطلب اللي راهي تتحدث عليه. إذن situation 1. You are having lunch at the school canteen. You ask one of your schoolmates for salt. What should you say? راكم تفطروا في المطعم تاع المدرسة وخاصك الملح, راح تطلبوا من زميلك, كيفاش رايح تطلبوا منه بأي طريقة؟ Can I have the salt? ولا may I have the salt please? اوكي, اذا هنا السيتويشن الريكوست اللي راهو هنا نطلبوه بهذه الطريقه. Can I have the salt. نروحوا للسيتويشن 2. You are having a lunch at a restaurant. You want to ask the waiter or the waitress for the bill. What should you say? راك في المطعم ورايح تطلب لا فاكتور من النادل او النادله, وشنو هي الطريقه اللي نطلبوا بها؟ May I have the bill please? May I have the bill please? هنا may تستعمل في معظم الأحيان مع ناس ما نعرفوهمش ورايحين نطلبوا منهم حاجة. Okay, may I have the bill please? Okay, إذن هذه هي الطريقة اللي نطلبوا بها الفاتورة كي نروحوا في المطعم في الأخير نطلبوا الفاتورة. You are at Heathrow Airport in London. The immigration officer asks for your passport. What should he or she say? راك في المطار, الضابط نتاع الشرطة في لندن رايح يطلب منك الجواز السفر نتاعك, كيفاش يطلبه؟ May I see your passport please? May I see your passport please?
إذن هنا معي أصلاً استعملها الشرطي معك لأنه ما يعرفك. شلو كان يعرفك مش راح يقول لك هكذا، ولا كان في معظم الأحيان تكون بين الأصدقاء كي نعرضوا عليهم طلب ولكن طلبوا منهم طلب. أوكي، أما معي فنستعملوها مع strangers في معظم الأحيان. task 9 I read each situation and write the appropriate request using can or may as in task 8. Situation 1. You are a traffic policeman or policewoman. You ask a motorist for his or her driving license. What should you say? راك تخدم بوليسي ولا بوليسية في المرور، عقب عليك واحد بالموطو ولا امرأة بالموطو، طلبت منهم وثائق الموطو نتاعهم، كيفاش تطلبهم منهم؟ May I see your driving license please? May I see your driving license please? نقدر نشوف الـ permis de conduire نتاعك من فضلك. Okay. Situation number 2. Your English teacher wants you to open your books at page 33. What should he or she say? هنا التيتشر نتاعكم ما يتعرفكم وتعرفوها. Can you open your books at page 33? Can you open your books at page 33? Okay. You are at Heathrow Airport in London. The immigration officer asks for your address in London. What should he or she say? هنا في نفس المحطة في المطار، نفس الشرطي طلب منك الأدرس نتاعك تاع لندن اللي راك رايح تقعد فيها. May I have your address in London please? May I have your address in London please? إذن كانوا هذه هما الحلول تاع هذه التمارين الخاصة بالصفحتين 95 و 96. نتمنى إن شاء الله يكونوا فادوكم واستفدتوا. وهنا فقط أعرفوا الفرق بين طريقتين نطرحوا بهم السؤال أثناء الطلب، رايحة تسهل عليكم وربي يوفقكم. نتلاقوا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه.